احنا دلوقتي في قاعه جديده من قاعات المتحف، وهي خاصه بعصر المماليك، وهي مقسمه الى ثلاث قاعات في المتحف. هذه القاعه تسمى بقاعه 8، ومن اهم التحف التي نجدها في هذه القاعه تحفه عباره عن صندوق مصحف. هذا الصندوق من الخشب مطعم بالعاج ومقسم من الداخل لثلاث مناطق، كل منطقة بتحوي 10 أجزاء، بمعنى أن هذا الصندوق يحوي أجزاء القرآن الكريم 30 جزءا. ثم نجد بعد ذلك مجموعة من المشكوات التي ترجع إلى العصر المملوكي، تزينها زخارف بالمينا، وبعض الزخارف سواء زخارف هندسية أو كتابات بخط الثلث، أو أيضا زخارف نباتية.